الأخرى الحزازات الشخصية والمسائل الضيقة من أجل إنجاح هذا الجمع العام في واحد الروح، ونكون قدوة للفرق الوطنية، لأن فريق الرجاء الرياضي كان دائما هو الصبار في عدة مجالات بالرجال ديالها، بالناس اللي سيروا دواليب المؤسسات الرياضية بالخصوص دواليب الجامعات والمجموعات الوطنية، وكانوا الرجالات ديال الرجاء، ومعنا منهم واحد اللي بغيت نطلب له الشفاء العاجل هو وسيم الحاج العسكي اللي حضر معنا في الفريق وكذلك الرؤساء السابقين اللي عطاو الكثير الكره المغربيه وكانوا مثلوا فريق الرجاء في دواليب التسيير ديال الجامعات، وكانوا هما من الاسس اللي وضعوا هذه السنه القانونيه اللي حنا كنمشيو عليها ودارت في اداره الرجاء. لذلك بغينا نكونوا بكل سر نكونوا عند حسن ظن هاد الصحفيين اللي كاينين المتتبعين، لان الكل يتابع عن كذب وعن قرب هذا الجمع العام اللي مهم جدا، ونكونوا عند المسؤوليه ديالنا، لانه كان في القيل والقال بزاف الامور. لذلك تنبغي نطلب من بعد واحد النقطه نظام السيد خليل الابراهيمي، بانه انا كيبان لي وجوه كثيره اللي كتسوق هذا العدد ديال المنخرطين اللي انا بوموا الا كنتكلموا بانهم غرباء على الكورد تاديرو، لانهم كانوا اما منخرطين وحبسوا انخراط، اما ما عندهمش صفات انخراط باش ندوزوا الاجواء، لان ما يمكنش لي نزيد انا خطوه في الجامعة الا ما تصفاش الاجواء وبقاو غير المنخرطين يتداولون الامور ديالنا. وكونوا على يقين بان هذه الامور الكل اللي غنمشيو اللي من اجل المصلحه ديال فريق الرجاء بكل مسؤوليه. لذلك كنطلب من الاخوان اللي ما عندهمش انخراط والاخوان اللي عندهم الالتجاج مع اداره الرجاء، يعني ينسحبوا في هدوء ويخليونا نخدموا اجواء ديال هذا الجمع العام العادي اللي انتم من بعد غيتحول جمع غير عادي، وكل واحد من هذا المنبر بغيت نحمل المسؤوليه التاريخيه للمنخرطين ديال هذا المعرج التاريخي في اسم الرجاء الرياضي وفي تاريخ الرجاء الرياضي، لانه بغينا نلقاو حل جذري كيف النهار الاول ملي جيت وخديت على عاتقي زمام الامور في غياب مرشح، وقلنا ناخذوا هذه المسؤوليه من اجل انقاذ فريق الرجاء. الحمد لله الان الرجاء اللي في البدايه ديال المده الانتدابيه ولو واحد الكل ولا ظهروا على الرجاء، الكل ولا ظهروا على الرجاء لان كان في ازمه خانقه، والحمد لله الان تكثف الجهود بما قمنا به في هذه المده اللي انا وفريق العمل اللي كان معنا مرتاحين على النتائج ديال التقارير الماليه او لا الفول سبورتيف، يعني التقرير الادبي، والكل ما يمكنش لنا نكرو هذا العمل. والى حال الوقت كما كنا نهار الاول جينا خدينا على زمامنا الامور ديال الرجاء وانتحرنا بمعنى الكلمه، لان دخلنا لواحد المستنقع في البدايه، كان ان احنا الان الا كما نكونوا احنا حجره عثره من اجل مصلحه الرجاء، احنا حاولنا راه اشاره بانه سنغادر فريق الرجاء، سنغادرها ولكن سنغادرها في اطار قانوني، في اطار الضوابط القانونيه المنظمه للجموع العامه، في اطار الترسانه القانونيه والقانون الاساسي للفريق وكل القوانين من اجل مصلحه الرجاء. لذلك سنقول للاخوان باش يتنبوا استنبوا في الجمعه ديالنا عادي، ويكونوا قريبين بانه سعيد حسبان ما يمكنش له يزيد مضافه فريق الرجاء من اجل مصلحه الرجاء، ولكن ما يمكنش له يمشي ويخلي الفريق. لذلك تنقول انا كنحمل المسؤوليه كمنخرطين من اجل اعطاء حل، وحل يكون فيه تحضر فيه المصلحه العليا لفريق الرجاء بغض النظر على التطاحنات، ويكون اليوم واحد النهار ديال المصالحه وعرف لفريق الرجاء وتكون فيه مصالحه كبيره ما بين كل المكونات، لانه كونوا على يقين الاخوان كي بغض النظر بانه قال كل اللي بغيته استاذ ماشي ندير لك ليا صافي ولا شي صافي،
راه الجلسات عندها ادبيات ديالها. لذلك بغيت نقول الاخوان على اساس راه كنت قبل لك استاذ قبل ما تحط لا انا كنت هنايا السيد الرئيس الاحترام السيد الرئيس الاحترام دائما غادي يبقى دائما هو مستقبل الكلمه لا داعي لشي كلمه استفزازيه او مشاركه مرجو. لذلك كنقول الاخوان على اساس اخوان اللي ما عندهمش في هذه اللائحه كنطلبوا طلب حضاري باش نسحبوا في صمت وخلونا نكملوا الاشغال ديال هذه الجلسه لانني ما يمكنشني نخدم في شي جو اللي ما يمكنش لنا نديرو فيه جماعه لان حنا في دوله الحق والقانون في دوله المؤسسات يعني بامور مؤسساتيه كنا نخدموا في هذه الاجواء وشكرا. كلمه للسي خالد باي دكتور نضال. شكرا السيد الرئيس الحضور الكريم. كنتمس منك السيد الرئيس ومن هذا طلب من بزاف ديال المقاربين ولكن ممكن كما قلتي الراجل خصو الصلح غادي تسمح ياك ونصور المكتب ديالك على هاد المقاربين نشطر عليهم وكذلك باش نشوفو مع جديد يمشي في واحد الاطار ديال الصلح وداك الشيء. وشكرا السيد الرئيس. سيد الرئيس هذا العرس كما قلت لك الراجل ما يمكنش يباصوي فاذا كان تنسوا منك نحن بزاف ديال المنخرطين كل شيء منخرط كل المنخرطين شوف هذا الاسم المنخرطين اللي تشطب عليهم انا كنعطيك راسي بلاصه ما تهما وشكرا. الملتمس ديال المنخرطين اللي سبق لهم غنشوف اذا عضويتهم ثم نشطيب عليه الطرف لا ديال الرجاء ماشي الطرف السي حسبان كيطلبوا العذر وكيطالبوا السي حسبان انه يكون كبير انه يقبل الاعتذار ديالو ويقبل المشاركه ديالو في الجمع العام اذا لم يكن هناك مانع كذلك. اخوان غير للامانه كيف باش نقول بان هاد الامور ما كناش عندنا هذا من اجل استقصاء اخرين ولا اخرين ولا كاين بان كاين ضوابط كان يجب ان تحترم هاد الضوابط لان ماشي حنا في حكم الغابه لا لوا في فوق ولا حنا في جانب بالنسبه بكلمه اخرى الامور عندنا ضوابط قانونيه تنظم هو القانون الاساسي ديالها وهذا القانون الاساسي اللي ماشي حنا وضعناه كمثل لقيناه موضوع حنا الا تنفذناه وطبقناه حرفيا فيما يخص بدرك الى اجتهادات لا والو لان الغريب الامر بان هذا القانون الامس القريب كان صالح وملي جينا حنا كنمثل ما بقاش صالح لذلك الا كان القانون غير صالح انا كنطلب لكم في جماعه معاه باستثناء ولا كيتعاود النظر فيه ويتخاذ القوانين المنظمه اللي تكون فيها الملائمه وفي هذه الامور كلها ما يكونش باجتهادات شخصيه ديال كل واحد. اذا انا الاخوان تحت الرغبه ديالكم ما الا انا واحد منكم لان تنقول بانه كفى الله بنا قتالا. اخوان
خيرك الله يكثر خيرك. بغيت اولا نشكر السي ابراهيم على التدخل ديالو. السلام عليكم.